السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنعكس بقى المرة دي، هنتكلم عن حاجة بدل فيرست تشايلد هنتكلم عن لاست تشايلد، ونتكلم عن حاجة اسمها لاست اوف تايم ونعرف الفرق ما بينهم. طيب، جيت قلت لك أنا عايز يا عم الباراجرافات اللاست تشايلد. فين هنا في أنهي أب من دول إن الباراجراف يعتبر الأخير؟ الابن الأخير، هل هنا في باراجراف ابن أخير؟ يعني الديف ده انهي ابن اخير مين ليه؟ اسباب، فساعتها مفيش باراجراف فيعتبر الابن الاخير للايه؟ للديف ده، فساعتها مش هيتطبق هنا. طب نيجي للديف ده، اخر ابن اسمه ايه؟ اسمه باراجراف، خلاص هيتطبق على. نيجي نعمل ريلود هنا اهو، نكتبها الاول بدل فيرست اوف تايب، لا نقول له لاست تشايلد، لاست تشايلد، فيتطبق على مين؟ هيتطبق على الديف ده، يجيب الباراجراف ده فقط. ادي ريلود اهو، جاب لي ده فعلا بس. ليه؟ لان في الديف ده او في البيرنت ده لاخر ابن ليه اسمه باراجراف، هيتطبق هنا. طب في البيرنت ده اخر ابن ليه اسمه سباب، فمش هيتطبق لا. طيب حلو، جيت قلت لك انا عايز اتطبق على اخر باراجراف لكل واحد، فخلاص العكس بتاعه او الحاجه التانيه بتاعتها اسمها لاست اوف تايم اهو، هنعمل ريلود اهو، هيتطبق هنا وهنا. كلمه لاست اوف تايم يعني هات لي الباراجراف الاخير من نوع الباراجرافات اللي البيرنت ده، فيجي هنا البيرنت ده عايز الباراجراف الاخير من نوعه، فيجيب الباراجراف ده الاول من نوعه، ده الاول بس ده الاخير، فخلاص هيجيب ده. لو انت مزود هنا كوبي كده ومزود اخر واحد من نوع الباراجرافات فهيجيب ده. طب للديف ده اخر واحد من نوع الباراجرافات فهيجيب لي ده، حتى لو انت مزود مليون واحد هنا اهو، لا انا عايز كنترول في اهو، هيجيب لي اخر واحد من نوع اللي هو ده. ونعمل ريلود اهو، جاب لي الاخير هنا وجايب لي الاخير هنا، اسمها لاست اوف تايم. ماليش دعوه باني اخر واحد ابن التشايلد ده، انا عايز اخر واحد اسمه باراجراف، حتى لو بعديه تاني عادي مفيش مشكله. لكن التشايلد ده انا عايز اخر ابن للديف ده او للبيرنت بتاعي، ان كان البيرنت اخر ابن يكون اسمه باراجراف. لكن هنا مفيش اخر ابن اسمه باراجراف، هنا اخر ابن اسمه سبان. لكن هنا في فعلا اخر ابن اسمه باراجراف، في في اللي هو اخر ابن اسمه باراجراف فعلا. ده الفرق بين لاست تشايلد ولاست اوف تايم. تمام جدا جدا، اتمنى يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.